بس انا ما كنتش لسه determined whether انا عايز اعمل residency ولا عايز اعمل شويه non accredited fellowships وبعدين اشوف الدنيا تمشي ازاي. الماني انا عارف سكه المانيا اسهل كتير, بس بعد كده لقيت ان انا فاشل فاشل ذريع في الالماني. يعني انا طول عمري راجل كنت يعني فيما اعتقد ان انا كنت very social, عندي كميه connections غير عاديه في مصر, وكنت يوم في الساحل يوم بلعب كوره يوم بعمل مش عارف ايه, بعد كده all of a sudden كل ده فهم بخ مفيش خالص سافر خالص. يعني انا لما نزلت في اخر 9 سنين مصر 10 ايام يا نهار ابيض, يا 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 ال10 ايام دول, ال10 ايام دول كمان انا عملت فيها يعني مخاطره مجنونه المفروض ان مراتي تعمل لي فيها تمثال. يعني اول ما بيدي لك الباسبور باك على الشباك يبقى انت كده يعني هو لو هو هيدي لك الباسبور لحاجتين, يا اما انت ريجكتد يا اما انت هتعمل هياخد ادمنستريتيف تشيك. لو هو هتاخد الفيزا هياخد منك باسبور يقول لك هبعته لك. صح. فهو راح اداني باسبور باك وقال لي احنا وي نيد تو ران سم تشيكس وبتاع مش عارف ايه. طيب وانا تاني يوم عندي شغل في بالتيمور. يا ابيض انت رايح كده بوست كول يعني ربع ساعه وجاي كندا. بستهبل يعني بستهبل بعد ان رحنا هانيمون يعني بعدها بست شهور تقريبا. اللي هو accelerated dental school اللي هي اكنها متخرجه من امريكا تشتغل في اي حته هي عايزاها. بالظبط بالظبط بالظبط. بعد كده لما بعد تاني سنه يعني رابع سنه في بالتيمور لما she had to drop out after she deferred one year عشان ما تقدرش تروح السنه دي, it was برضو a major يعني setback لل psychology of the household. يعني طبعا عارف موضوع ال ideology ده is a is a work in progress. يعني لو هاجي احكي يعني ان انا اقول ايه اللي حصل وادي بقى يعني موعظه يبدو ان انا عارف انا بعمل ايه, بس هو انا مش عارف انا بعمل ايه. فهو الموضوع يعني انا كنت ابيض ابيض بس انا في عين نفسي ان انا I had I can take care of the sickest ICU patient in this hospital. فاهم؟